اليوم الى دار البقاء المرحوم دريس اوهاب الصحفي المقتدر الصحفي اللي يعني بكل صراحه كيتميز بواحد القدر كبير من الاحترافيه من مؤسسين ديال القسم الاخبار بيدوزام ونشرت الاخبار بيدوزام علاقتي معاه علاقه كبيره يعني علاقه ديال الاخ ماشي الصديق لان درسنا جميع ود الحومه ديالنا حي مبروك سيدي عثمان درسنا جميع في مدرسة مبروكة وإعدادية على الفاسي وثانوية الحسن الثاني قبل ما ينتقل لثانوية عقبة بن نافع بالحي المحمدي درسنا جميع كذلك في المعهد العالي الصحافة اشتغل معنا هنا في القناة الثانية وكان نعم الصحفي نعم الصديق كان خلوق مربي محترف الوفاة ديالو يعني جات محل الفاجعة يعني جات مفاجئه مفاجئه بواحد الشكل كبير اننا الله كانت عندي معاه اتصالات وصديق ديالنا و... وخونا بكل صراحه كبرنا جميع ملي كنا صغار كانت عندي معاه اتصالات وكان عنده طموح مسكين باش يمشي بعيد واخا غادر القناه الثانيه في الديبار فولونتير المغادره الطوعيه كان عنده يعني برامج وعنده طموحات باش يدرس في المعهد وباش يدير برامج اخرى للتكوين الى غير ذلك ولكن وباء كورونا فعل ما فعل ورحل عنا سيدريس اوهاب المرحوم الى دار البقاء تعازينا العائله ديالو والاسره الصحافه الوطنيه وان لله وانا اليه راجعون